أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم حي جوبر أم مخلب النمر. نرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من رادار، وننوه في بدايتها إلى أن هذه الحلقة سننقلها مباشرة على صفحة راديو أورينت على موقع الفيسبوك. فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تابعة للجيش الحر أطلقت صباح أمس معركة على جبهة حي جوبر، بدأت بتفجير مفخختين استهدفت إحداهما غرفة عمليات النظام، مما أسفر عن تدميرها بالكامل ومقتل جميع الضباط والعناصر بداخلها. قوات الأسد أغلقت طريق شارع فارس خوري الواصل بين كراجات وساحة العباسيين، كما تم إغلاق أوتوستراد الفيحاء لاشتداد الاشتباكات في هذه المناطق، كما تمكنت الفصائل المقاتلة أيضا من التصدي لمحاولة تقدم قوات الأسد بالقرب من معهد الفارابي على جبهة بلدة الريحاني بالغوطة، وكبدت المهاجمين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث تمكنت من إعطاب 3 دبابات وقتل أكثر من 10 عناصر وجرح آخرين. الفصائل سيطرت على أجزاء من شركة الكهرباء في المنطقة الصناعية بحي القابون، كما تمت السيطرة على مواقع من جهة كراجات العباسيين من محور حي جوبر، وقتل خلالها تلك المعارك العشرات من ميليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوية وسط استنفار من النظام الذي أغلق عدة طرق رئيسة تصل الكراجات بساحة العباسيين. اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام في حي جوبر الدمشقي أسفرت عن هروب عناصر الأسد من حي جوبر، فيما قصفت قواته حي جوبر ب50 غارة جوية. في السياق ذاته نشر فيلق الرحمن أن مقاتلي يخوضون أشرس المعارك في حي جوبر الدمشقي قطاع الكهرباء، ويأتي ذلك بعد أن استطاع الثوار السبت التصدي لمحاولة جديدة لقوات النظام التقدم باتجاه جبهة بساتين برزة في دمشق وقتل 8 عناصر من قوات الأسد، كما دمروا دبابة من طراز T-72 وأعطبوا أخرى، حيث حاولت قوات النظام التقدم تحت غطاء ناري كثيف إلا أن الثوار استطاعوا إحباط الهجوم. كما تمكن الثوار أيضا من التصدي لمحاولة تقدم قوات الأسد بالقرب من معهد الفارابي على جبهة بلدة الريحاني بالغوطة الشرقية، وكبدوا المهاجمين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث تمكنوا من إعطاب 3 دبابات. وتدور معارك عنيفة بين الطرفين وسط قصف صاروخي ومدفعي على نقاط الاشتباك في مدن عربين وحرستة ودوما وبيت نايم وعين ترمى وجسرين والنشابية من قبل قوات الأسد، مما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين. السؤال هنا، الثوار تمكنوا من السيطرة على بناء كانت تتحصن فيه قوات الأسد على أطراف الأوتوستراد، وبذلك ربط حي القابون وجوبر ببعضهم البعض، وتم قطع طريق دمشق حلب. أيضا تخفيف الضغط على حي برزة وتشرين بعد احتلال النظام طريقا يفصل بينهما، ويقع حي جوبر بين دمشق والغوطة الشرقية معقل الثوار في ريف دمشق. قوات النظام بدأت منذ شهر هجوما على أحياء برزة وتشرين والقابون في دمشق بهدف يهدف إلى استمرار الضغط على الفصائل لدفعها إلى توقيع اتفاق مصالحة وإلى فصل برزة عن تشرين والقابون. عرض الجبهة التي يقاتل الثوار عليها هي 1200 متر. الفصائل تمكنت من تحرير كامل كراجات العباسيين والإطفائية شرقية دمشق. سنناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول، فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تابعة للجيش الحر بدأت الهجوم بتفجير عربتين مفخختين استهدفتا تجمعين للنظام في محوري العباسيين ومعمل كراش، مما أسفر عن تقدم الثوار وسيطرتها على نقاط عدة وعلى أبنية وأجزاء من شركة الكهرباء. تتقاسم قوات النظام والفصائل السيطرة على حي جوبر الذي يعد خط المواجهة الأول بين الطرفين باعتباره أقرب نقطة إلى وسط العاصمة وتتواجد فيه الفصائل. ومن شأن استكمال قوات النظام سيطرتها على الشارع أن يسمح بفصل حي برزة كليا عن بقية الأحياء في شرق دمشق. المحور الثاني، فصائل الثوار
تسعى إلى وصل حي جوبر بحي القابون المحاصر في محيط العاصمة، مما يعني إفشال مخطط النظام في السيطرة على الحيين، بالإضافة إلى أحياء برز والقابون، وبالتالي تهديد رأس النظام بالعاصمة من خلال السيطرة أو قطع أوتوستراد العدوي الذي يشكل شريانا مهما للنظام باتجاه نقاطه في محيط الغوطة الشرقية. الفصائل انتقلت من مواقع الدفاع في حي جوبر إلى مواقع الهجوم، ويهدف هجوم الفصائل في حي جوبر إلى تخفيف الضغط عن محوري برزة وتشرين بعد ساعات من تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم هام بسيطرتها على أجزاء واسعة من شارع رئيس يربط الحيين الواقعين في شرق دمشق. سنناقش هذا الموضوع من جوانبه العسكرية والاستراتيجية المتعددة. أولا العميد الركن الطيار عبد الهادي الساري، العقيد الركن أحمد الحمادي، العقيد الركن الطيار إسماعيل أيوب، والأستاذ وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن. سنستمع إلى كل ذلك، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تابعة للجيش الحر تمكنوا من السيطرة على بناء كانت تتحصن فيه قوات النظام على أطراف الأوتوستراد، وبذلك تم ربط حيي القابون وجوبر ببعضهما وقطع طريق دمشق حلب وتخفيف الضغط عن حيي برزة وتشرين بعد احتلال النظام طريقا يفصل بينهما، ويقع حي جوبر بين دمشق والغوطة الشرقية معقل الثوار في ريف دمشق. ولكن قوات النظام بدأت منذ شهر هجوما على أحياء برزة وتشرين والقابون في العاصمة، يهدف إلى الضغط على الفصائل لدفعها إلى توقيع اتفاق مصالحة وإلى فصل برزة عن تشرين والقابون عرض الجبهة التي يقاتل الثوار عليها 1200 متر. تتقاسم قوات النظام والفصائل السيطرة على حي جوبر الذي يعد خط المواجهة الأول بين الطرفين باعتباره أقرب نقطة إلى وسط العاصمة تتواجد فيها الفصائل. ومن شأن استكمال قوات النظام سيطرتها على الشارع أن يسمح بفصل حي برزة كليا عن بقية الأحياء في شرق دمشق. الفصائل تسعى إلى وصل حي جوبر بحي القابون المحاصر في محيط العاصمة، ما يعني إفشال مخطط النظام في السيطرة على الحيين إضافة إلى أحياء برزة والقابون، وبالتالي تهديد رأس النظام العاصمة من خلال السيطرة أو قطع أوتوستراد العدوي الذي يشكل شريانا مهما للنظام باتجاه نقاطه في محيط الغوطة. وهنا الفصائل انتقلت من موقع الدفاع في حي جوبر إلى موقع الهجوم. الفصائل تمكنت من تحرير كامل كراجات العباسيين والإطفائية شرقية دمشق، وكذلك السيطرة على مواقع استراتيجية في محوري القابون وكراجات العباسيين شرقية دمشق. الفصائل المقاتلة تمكنت من السيطرة على 10 قطاعات في محوري القابون والكراجات وسط انهيار في صفوف قوات النظام التي انسحبت من مواقعها. يعد حي برزة منطقة مصالحة بين نظام والفصائل منذ عام 2014، في حين تم التوصل في حي تشرين والقابون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العام ذاته دون أن تدخلهما مؤسسات النظام. حصيلة خسائر الميليشيات الأجنبية جراء المعارك حتى اللحظة بلغت 100 قتيل، إضافة إلى أسر 50 عنصرا من قوات النظام وميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، وتمكن الثوار من اغتنام 2 دبابات ومستودع للذخيرة. وكانت الفصائل المقاتلة تمكنت من السيطرة على معامل الغزل والنسيج والحلو والسادكوب وشركة الكهرباء والخماسية ومعمل كراش في المنطقة الصناعية في حي القابون شرقي العاصمة دمشق بعد اشتباكات مع الميليشيات الأجنبية، في حين أغلق النظام كافة الطرق الواصلة بين ساحة العباسيين والقابون من جهة الكراجات. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من سيادة العميد ركن الطيار المقاتل عبد الهادي الساري والأستاذ وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، وسينضم إلينا لاحقا العقيد الركن الطيار إسماعيل أيوب والعقيد الركن أحمد الحمادي. أهلا وسهلا بكم. أستاذ وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، نود معرفة آخر الموقف التعبوي الراهن في حي جوبر ومسرح العمليات هناك، تفضل. نعم، تحياتي لكم. طبعا شهد حي جوبر الدمشقي وأطراف حي القابون بالأمس طول اليوم وليلا عمليات قصف جنونية وهستيرية دمرت الكثير من المنطقة هناك. الثوار كانوا قد سيطروا بشكل كبير جدا على مناطق سيطرة نيرانية إضافة إلى المناطق التي ما زالت تحت حوزتهم من المعامل ومن الأبنية الحصينة، لكن المناطق المكشوفة مثل بانوراما ومثل كراشات العباسيين كان هناك تدمير كامل لها من قبل قوات النظام. والمعركة أو تقدم الثوار وقف عند المناطق التي أخذوها ويحاولون تحصينها الآن بشكل مستمر،
إضافة إلى المناوشات المستمرة والقصف العنيف جدا الذي تشهده المنطقة. النظام أيضا قصف بشكل عنيف جدا وبشكل هستيري بلدات وأحياء الغوطة الشرقية ومدنها بمختلف أنواع الأسلحة وغارات الطيران ومنها الأسلحة العنقودية. نعم، هل تم إنهاء المرحلة الأولى وماذا اشتملت، وهل بدأت المرحلة الثانية وماذا تشتمل، أم هنالك عدم إخبار عن النوايا يعني كما تتطلب؟ المعركة المعركة كبيرة والمرحلة الأولى قد انتهت، وأصدر فيلق الرحمن منذ قليل بيانا ذكر فيه الأهداف التي تحققت من المرحلة الأولى. الآن مرحلة تحسين المنطقة التي ما زال يسيطر عليها الثوار والتحضيرات للأهداف القادمة واستمرار المعركة بمشاركة مختلف القبائل. ماذا لو هل وضع الثوار باعتبارهم أنت تعرف هذه منطقة يعني خطوط حمراء بالنسبة للنظام، والنظام لن يتورع إذا تم مضايقته عن استخدام السلاح الكيماوي، هل وضع الثوار بحسبانهم أن يتم استخدام غاز الكلور في تلك المنطقة؟ النظام يستخدم غاز الكلور بشكل دائم في جبهات القابون وحيبر زد دمشقي. الثوار يعني يحاولون دائما التحصن بالأقنعة الواقية والابتعاد عن المناطق القصف بالسلاح الكيماوي بالغازات السام المحرمة دوليا. لا شيء يستبعد على قوات النظام خاصة مع هذا الجنون الذي يعتري غارات الطيران والقصف المدفعي. بالأمس كان هناك خطأ من طيران النظام قام بقصف نقطة للنظام قتل فيها من عناصره ما يزيد على 30 عنصر. هذه الحالة الهستيرية والجنونية تؤذن بأن النظام من المتوقع أن يستخدم كل شيء، ونسأل الله عز وجل السلامة لجميع المدنيين ولجميع الثوار وأن يمكنهم من إحراز تقدمات جديدة وكسب المعارك القادمة. هل تنمون هل بالعرف العسكري تعتبرونها الآن ما تم إنجازه وإنجاز بالمناسبة من الناحية العسكرية كبير، هل نعتبره غارة أي أنكم لا تنمون مسك الأرض، أم نعتبره هجوم وبالتالي تتكلم عن 6 فرق للنظام داخل تلك المنطقة ناهيك عن الحشد الشيعي الشعبي، يعني وخاصة القوات إذا أرادت أن تمسك الأرض فهي بحاجة إلى تحصينات كبيرة وقد لا يسعفها الوقت لأن التحصينات تحتاج إلى يعني أشهر وسنوات. فهل أنتم تنوون بعض المناطق من السهل على الثوار التحصن بها واستثمار الأبنية العديدة للحفاظ على نقاطهم، وبعض المناطق المكشوفة والمناطق التي لا يمكن تحصينها تكون دائما بين حالة كر وفر بين الثوار وقوات النظام والحشود التي يأتي بها. لكن الثوار بشكل واضح أنه مستنزف من العنصر البشري يزج بهذه الجبهات العشرات والمئات دون خطة واضحة منه وفي حالة جنونية، لذلك عدد قتلى في صف النظام كبيرة جدا. للأيام القادمة طبعا لابد من استمرار هذه العمليات والكر والفر. الهدف الأكبر من هذه المعركة عسكريا هو نقل المعارك من مناطق سيطرة الثوار وإنهاء حالة الاستنزاف التي تعانيه الغوطة بالمعارك التي تتم في أحيائها مثل بساتين برزة والقابون إلى مناطق سيطرة النظام، أي الدفاع بأسلوب الهجوم. نعم، نحن نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح، وإن شاء الله سنجد المزيد من التقدم في الساعات والأيام المقبلة. كل الشكر والتقدير للأستاذ وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، ونعود إلى حلقتنا إلى العميد الركن الطيار عبد الهادي الساري. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. سيادة العميد، كيف تنظر أولا إلى المنظومة الاستخبارية أو المكتومية العالية التي استطاع من خلالها الثوار أن يفاجئوا ميليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوي وحزب الله اللبناني، وأنت تعلم أن معركة دمشق هي معركة إيرانية ولحزب الله بامتياز، فكيف استطاع هؤلاء الثوار مباغتتهم والوصول إلى هذه النتيجة المشرفة؟ مساء الخير دكتور هشام لك ولمستمعيك ولضيوفك الكرام. في الواقع يعني معركة دمشق نحن نتكلم عن معركة هي أساسية في عمر الثورة السورية، ونحن في اليوم الثاني من السنة السابعة لإشعال الثورة السورية التي قدمت أكثر من 1,000,000 شهيد وأكثر من 1,000,000 معوق وأكثر من 5 ملايين أو 7 ملايين لاجئ و12 مليون مهجر. تلك الثورة التي قدمت الكثير الكثير لم تقدمها حتى الثورات التي نفذت في كل العالم. هذه الثورة المجيدة ما زالت من خلال، وهذا ما قام به فيلق الرحمن هو أكبر دليل على استمرارية هذه الثورة في الوصول إلى ما نهدف إليه في وتحقيقه
من خلال إسقاط هذا النظام المجرم الذي تربع على عرش سوريا أكثر من 50 عاما. أقول يعني منذ سنوات ومنذ أكثر من 3 سنوات عمدت إيران إلى تقديم خطة لحماية دمشق، وتعتبر دمشق هي معقل النظام وهي الأساس في وميزان في كل ما حصل في سوريا من معارك. لذلك هي عمدت إلى تنفيذ خطة دفاعية تم تنفيذها عبر 3 خطوط دفاعية. الخط الدفاعي الأول مركزه الشيخ مسكين، الخط الدفاعي الثاني مركزه الكسوة، والخط الدفاعي الثالث مركزه سبينة ودارية. لذلك عمدت إلى تكوين هذه الخطوط ووضعت حامية لها، وجعلت من هذه الخطوط بين الخط والخط الآخر جعلته نطاق دفاع، بمعنى أن كل حامية تدافع عن هذا النطاق بحسب قدرتها القتالية. وضعت بالنطاق الدفاعي الأول المحيط بمدينة دمشق أكبر قوة، وهو يحتوي على الفرقة الرابعة ويحتوي على ألوية الحرس الجمهوري والفوج 100 والفوج المدفعية 100 وفوج الفوزديك المتواجد في القلمون الغربي في عند تل منين، وهناك العديد من القوى المتواجدة هناك بالإضافة إلى حزب الله والميليشيا الشيعية المتطرفة المتواجدة في السيدة زينب وفي سبينة وفي المناطق الأخرى. هذه القوى التي تدافع عن مدينة دمشق خلال 3 سنوات حاول النظام أن يعمل استراتيجية مهمة جدا هو نفذها بإتقان، حيث ضغط على بعض المناطق المتواجدة مثل دارية مثل قدسية مثل الزبداني مثل مضايا، ضغط عليها لكي يخلي سكانها ويذهب باتجاه التغيير الديموغرافي الحاصل والذي يريد من الغوطة الشرقية أن تفعل كما فعلت دارية وكما فعلت الزبداني. لكن قوات فيلق الرحمن طبعا أنا أتكلم من ناحية عسكرية ولا ألوم الثوار ولا ألوم فيلق الرحمن ولا ألوم أحد، لكن الخطة العسكرية والخطة الهجومية لها أهداف. يعني الهدف الاستراتيجي نحن في ثورتنا لأي معركة من المعارك هي إسقاط النظام، أما هناك أهداف مرحلية، وهذه الأهداف المرحلية تبدأ بتنفيذ مهام، مثلا مهمة مباشرة، مهمة لاحقة، مهمة تالية، حسب المهام التي يمكن إنجازها من خلال تلك المعركة. المفاجأة التي تحدثت عنها، نعم حصلت مفاجأة قوية جدا ويجب استثمار هذه المفاجأة. يعني لا يمكن النظام يفكر بأن فيلق الرحمن أو القوى الثورية المتواجدة في الغوطة الشرقية تنفذ هجوم، على مع العلم أن هذه القوة خلال 2 سنوات لم تنفذ أي هجوم يذكر في تلك المناطق، وبقيت تدافع على محور الريحان، على محور مرج السلطان، على محور المليحة، على محاور أخرى متعددة من اتجاه الشرقي، وبقيت الغوطة الشرقية محاصرة من كل الاتجاهات تحت قبضة النظام وتحت ضربات النظام مع توجيه الضربات الصاروخية والجوية من قبل طيران النظام وطيران المحتل الروسي. كل هذه أدت إلى يعني نوع من الانتفاضة. الآن نحن بانتفاضة هذه القوى الثورية المتواجدة في الريف أو في الغوطة الشرقية نفذت، لكن هذا التنفيذ وهذا التخطيط يجب أن يرتقي إلى مستوى عملية، بمستوى عملية أو المعركة في دمشق هي المعركة الأساسية، يجب أن يرتقي إلى هذا التخطيط. يعني مجرد احتلال بناء أو مجرد احتلال بقعة صغيرة من الأرض هذا لا يعني هدفا، الهدف هو أن تضع هدفا مباشرة. بالأمس كان هناك اندفاع قوي وتحققت صدمة قوية جدا للنظام، جعل من النظام يتخبط في كل موقع من مواقعه، قطع كل الطرقات المؤدية إلى مكان القتال. كان الاندفاع الذي قدمه جيش فيلق الرحمن والقوى الثورية متعاونة معه باستثناء جيش الإسلام، جيش الإسلام هل يعتبر هذه المعركة ليست معركته؟ يعني هناك قوى ثورية لم تلتحق بعد في المعركة، لماذا لم تلتحق هذه القوى الثورية في المعركة علما أنها معركتهم وهي قريبة جدا منهم؟ فقط فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام التي ترفع رايات مختلفة، بالإضافة إلى فيلق أو ألوية الحق، كل هذه القوى الباقي لم تتدخل ولم يعني تعمل في تلك المعركة. لماذا لم يتم عمل غرفة عمليات موحدة تم التخطيط لها وتم مفاجأة العدو؟ وعندما يتفاجأ العدو هو يخلي العديد من مواقع دفاعه. هذا يعتبر لما يتم خرق الدفاعات هذا يعتبر أن النظام أو العدو المقابل ينسحب بشكل عشوائي، يعني لا يعرف أين ينسحب،
وهذا يجب أن يكون أن يتم استغلال هذا الاندفاع وهذا الهروب وهذا الانكسار من خلال الدفاعات، يجب التوغل إلى أكثر من ذلك. نحن الآن لسنا بفترة التحصين، لماذا نريد التحصين؟ يعني إذا لم نتابع المعركة والعملية، لماذا لم نضع هدفا مباشرا، أهدافا تالية، أهدافا لاحقة؟ لماذا نبدأ بعمل عسكري كهذا العمل الذي يعتبر من الأعمال المهمة جدا؟ ونحن دائما نقول أن النظام لا يهمه لا دير الزور ولا الرقة ولا حلب ولا إدلب ولا درعا، هو يهمه العاصمة دمشق، ويهمه أن يتربى على عرش العاصمة دمشق ويعتبر سوريا كلها بدمشق أو باللاذقية أو طرطوس. هكذا يريد النظام، وهكذا يهتم النظام بكل ما يعمل به، والباقي هو يعتبره هو حربا عادية، ويجب أن يعني يبدأ بالقتال كي لا يقول مؤيدوه أنه ترك سوريا واحتفظ فقط بدمشق. هكذا نعم. يريد النظام. ابقى معي سيادة العميد، وننتقل إلى العقيد الركن أحمد الحمادي. أهلا وسهلا بك زميلنا سيادة العقيد أحمد. أين جيش الإسلام من المعركة؟ تتكلم عن حي جوبر، وحي جوبر هو الذي يفصل ما بين دمشق وما بين الغوطة الشرقية، وجيش الإسلام آلاف المرات قالها الغوطة الشرقية هي عاصمته. هذا كما تفضل العميد عبد الهادي الساري، التقدم إلى الاندفاع إلى الأمام باتجاه العباسيين، الزبلطاني، سوق الهال، كلها تحتاج إلى إدامة خطوط إمداد وإلى إدامة زخم، وبالتالي يجب أن تساند هذه الفصائل الثورية التي لم تشترك. لماذا لم تشترك في هذه المعركة؟ هذه لن تتكرر، هذه الغارة يجب استثمار الفوز فيها. السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة الضيوف وللإخوة المستمعين. طبعا هذه المعركة هي معركة الجميع، معركة الثورة السورية، وليست معركة فصيل إن كان فيلق الرحمن أو هيئة تحرير الشام أو الأحرار، ولكن الذي اشترك بالأمس في هذه المعركة هو الفيلق، بالإضافة إلى الهيئة، بالإضافة إلى أحرار الشام، بالإضافة إلى عدد كبير من الثوار من تلك المنطقة اشتركوا بصور فردية. وهناك أما سؤال عن جيش الإسلام، جيش الإسلام موجود في تلك المنطقة، هو من يقاتل على جبهة الفارابي وعلى باقي النقاط. يعني لا يستطيع أن يفرز، لا يستطيع أن يفرز 1000 مقاتل، 700 مقاتل. أنا أعرف وضعك الحساس معهم، ولكن نحن نتكلم بشيء لا يجرح الآخر. طبعا سنقول بالساعات القادمة سترى بأن جيش الإسلام والفيلق وبعض القوى الموجودة في تلك المنطقة سيكون هناك عملا مشرفا إن شاء الله على محاور أكثر أهمية أو قريبة من هذا الموقع. كون الغوطة يعني توزع القوات في الغوطة الشرقية بعد المشاكل التي حدثت في العام الماضي، ونرجو من الله ألا تعاد أبدا، وأن يكون كل الثوار في تلك المنطقة هم أخوة وهم هدفهم واضح وواحد ضد هذا النظام المجرم، وأن تكون العاصمة دمشق وقلب العاصمة دمشق هو هدفهم، لأن أي رصاصة واحدة تطلق في دمشق خير من دبابة في حلب أو في إدلب أو في دير الزور كما تفضل السيادة العميد. طبعا المناطق جوبر موجود فيها قوات الفيلق، أما باقي المناطق يوجد فيها جيش الإسلام وباقي الفصائل. المعركة بالأمس كانت هي عبارة عن ردة فعل مثلا عن بعض المحاولات التي كان النظام يريد أن يقتحم بها حي جوبر، ففاجأه الثوار بتخطيط محكم يعني بصد قوي قبل أن تبدأ عملية النظام، وفاجأه بتدمير غرفة عملياته وتدمير عدد من الآليات، 2 دبابة، 2 BMP، 2 فوزديكا، مدفع 57، واغتنام عدد كبير من الأسلحة المتوسطة والخفيفة مع الذخائر، وقتل 75 وأسر 50، يعني عملية فعلا كبيرة جدا وقوية، زعزعت صفوف النظام، حتى النظام وسمعنا ورأينا قرأنا بأن هناك بعض التغريدات لابن هلال الأسد يقول مخاطبا المجرم عمه بأن الوضع في دمشق، هذه دمشق قد راحت، يعني فكروا بأن هناك عملية كبيرة. كنا نتمنى أن يكون التخطيط محكم بين كل الفصائل من أجل هدف معلن أو هدف معلن
لدى الثوار لوصول إلى نتيجة معينة، أو الغاية أن تكون ساحة الأمويين أو القصر أو مناطق أخرى أكثر أهمية، وألا تكون كإغارة معينة لتشتيت قوات النظام والانسحاب إلى أماكن أكثر تحصينا. نحن نتمنى ذلك، ولكن أتوقع بأن الساعات المقبلة ستحمل الكثير ما يسوء لهذا النظام المجرم، ولمن يقول بأن قوات الثورة قد اضمحلت وإن الثورة قد بدأت تخرج بالباصات الخضر، نحن نقول لهم رغم وحشية هذا النظام ووحشية هذا العالم، الثوار استطاعوا أن يبدلوا الموقف من موقف مدافع إلى موقف مهاجم، وسيروا الأيام المقبلة ستحمل الكثير من الخير لهذه الثورة. ابقى معي سيادة العقيد، وننوه إلى أن هذه الحلقة ننقلها مباشرة على صفحة راديو أورينت على موقع فيسبوك، وننتقل إلى العقيد الركن الطيار إسماعيل أيوب. أهلا وسهلا بك زميلنا. السؤال الذي يطرح نفسه، إذا سألنا العقيد أحمد الحمادي أين جيش الإسلام وأجابنا أين أنتم في المنطقة الجنوبية، ثوار المنطقة الجنوبية وعددكم 54 فصيلا بواقع 36,000، لماذا لم تفتحوا الجبهة لتخفف الضغط عن أخوة لكم في حي جوبر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تحية لك وكل ضيوفك الكرام والمستمعين. يا هلا. الحقيقة أنه في المنطقة الجنوبية هناك معركة في المنشية منذ أكثر من شهر، وهناك رباط في المنطقة الغربية، لكن حقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن الجبهة الجنوبية هذا لا يكفي، لأن العمل العسكري حتى في المنشية هو عمل عسكري قاصر أو ناقص من منظور الاستراتيجي، حيث يقاتلون في على جبهة ضيقة، مع العلم أن جبهات الدرعة في الريف الغربي والشرقي امتدادها أكثر من 150 كيلومتر، وحتى الآن لم تطلق فيها أي طلقة، وليس سرا أن ثوار الجبهة الجنوبية يمتلكون يعني حقيقة أكثر من 200 قاذف تاو، وبإمكانهم لو نفذ كل قاذف عملية واحدة في الأسبوع أعتقد أن النظام كان قد انسحب إلى شمال الصنمين. العمل العسكري الذي حدث في الأمس في منطقة العباسيين لا يمكن وصفه إلا بالمفاجأة الاستراتيجية، نظرا لعدم تكافؤ القوى بين الطرفين المتقاتلين، إذا أردنا نصفهم بالطرفين المتقاتلين ثوار جوبر والفصائل التي ذكرتموها، في ظل عدم وجود تكافؤ في القوى، في ظل وجود سلاحي جو يدعمون قوات النظام، ميليشيات عديدة، نرى أن رغم أن الجبهة ضيقة حوالي 1200 متر إلى 2000 متر، يعني كانت هناك حقيقة مفاجأة على مستوى التكتيكي وعلى مستوى الاستراتيجي، حتى نظرا لحساسية المنطقة التي تم خرقها. إذا أردنا أن نتكلم عن يعني عدم يعني اشتعال الجبهات في باقي المحافظات، أنت تعلم أن القيادة العسكرية الحازمة والمستمرة والدائمة هي أحد أهم مبادئ الأعمال، الاستخدام القتالي في الأعمال العسكرية. لا يوجد حتى الآن جسم عسكري يضم كافة الفصائل، وكما تعلم هناك رايات كثيرة، وبغياب هذه القيادة المركزية وغياب وجود أركان حقيقية تفعل العمل العسكري على كافة الجبهات، ولا يعني يفوتنا أن نذكر أن هناك تبعيات لأجندات خارجية لكافة الدول الصديقة والشقيقة ومن يدعون صداقة الشعب السوري. حقيقة الوضع مزري للفصائل العسكرية، سواء فصائل الجيش الحر أو الفصائل الإسلامية، رغم أن النظام بعد أن ضمنته روسيا بعدم خرق الهدن التي وقعت في أستانا، وخرقت من قبل نظام مئات المرات بل آلاف المرات، إلا أن يعني أشرتم في إلى جيش إسلام، يعني الأستاذ محمد علوش هو أحد يعني كبيري المفاوضين سواء في أستانا أو في جنيف، يعني جيش إسلام هو مشارك في العملية من حيث أنه يرابط على كثير من الجبهات، وهناك كما تعلمون حول دوما هناك معارك، يعني صحيح أنه لم يشترك بشكل مباشر من جبهة جوبر، لكنه مشترك في القابون، مشترك في جبهات، لكن هذا لا يكفي، الذي يجب أن يحصل أن تشتعل كافة الجبهات السورية حتى لا يستطيع النظام سحب قواته من خاصة من منطقة جنوبية، كما علمتم الآن هناك
سحب لقواته من خان الشيح من الفرقة الأولى ومن الفرقة السابعة وحتى من الصنمين باتجاه أحياء دمشق، يعني حيث أن القوات الموجودة من الفرقة الرابعة الحرس الجمهوري لم تكفي. لو أن هناك قيادة مركزية وتم تفعيل الجبهة الجنوبية بشكل صحيح وجبهة القنيطرة بشكل صحيح لكان هناك كلام آخر. كان يجب استثمار هذه المفاجأة التكتيكية والاستراتيجية في دمشق، وكما ذكر الأخوة الزملاء أن النظام يسقط من دمشق حقيقة، النظام يتألم من دمشق. يعني المسافة بين دوار بين جسر القابون والقصر الجمهوري 5.5 إلى 6 كيلومتر، وهناك مناطق يعني حديقة أبو حرش يعني سهل التوغل فيها إذا ما تم يعني دعم زخم هذه العملية. لكن العملية حقيقة هي مجرد الآن الهدف الأساسي لها هي فك الطوق عن القابون وحيجرين وبرزي، حيث قام النظام بعمل عسكري من جهة مشفى تشرين باتجاه استراد حمص، وبالتالي أغلق الطوق على هذه الأحياء الثلاثة. كان لابد لقوات الثورة في الغوطة الشرقية من القيام بهذا العمل لفك الطوق، والحمد لله تم فك الطوق وتم السيطرة على كتل أساسية في جنب القابون المدينة الصناعية والخماسية وإلى ما ذلك، وهذا أمر جيد. لكن الأمر الذي يجب أن يكون جيدا أكثر هو استمرار هذه المعركة وأن تهب كافة الجبهات على الأقل لمساندة هذه العملية ولدعمها بالسلاح، لأن النظام لن يسكت على هذه العملية. حي العباسيين حاليا تم تفريغهم قبل النظام، هناك أحياء تمت قطعها بشكل كامل، لكن تبقى هذه أمنيات. وكما قلت لك أنا ليس هناك أركان للجيش الحر، ليس هناك مركزية، أعتقد أنه سيقتصر العمل في العسكري في هذه المنطقة، وربما ستطول المعارك لأن المنطقة هي عبارة عن منطقة سكنية ومنطقة معقدة ومنطقة قابلة لحفر أنفاق، وأن فيلق الرحمن لم يقم بهذه العملية إلا نتيجة تجهيز هندسي جيد تحت الأرض. وكما تعلمون أن حي جوبة تحديدا منذ 3.5 سنوات يحاول النظام استرجاعه والإغارة عليه، ولم يترك وسيلة من وسائل النارية اللي استخدمها، حتى الأفاعي العملاقة التي مخصصة لفتح الحواجز الهندسية في الجهات مفتوحة استخدمها في حي جوبر، ولم يستطع حقيقة التقدم في حي جوبر. إذن المشهد العسكري الآن كما هو موجود، المشهد العسكري معقد حقيقة، ربما في الأيام القادمة نتمنى أن يكون هناك تقدمات أخرى، لكن أعتقد أن الروس يعني سيقومون بدعم جوي شديد. ربما تكون هناك يعني هي سياسة أرض محروقة يعمل فيها النظام، لكم ربما يستعملون أسلحة يعني كيماوية، ممكن هناك أسلحة غير كيماوية يمكن أن تقتل، هناك أسلحة تحمل نبضة كهربائية تستخدمها الدول العظمى. ولكن يعني هل استخدمت مثل هذه الأسلحة على الشعب السوري؟ حتى الآن ليس هناك مؤشرات أن هذه الأسلحة مستخدمة، لكن هناك مؤشرات أن هذه الذخائر موجودة في قاعدة حميميم يمكن أن يستخدمها الروس في أي لحظة، لكن هذا ما سيعرض عدد كبير من السكان دمشق إلى القتل. وكما تعلم أن النظام وحتى الروس لا يهمهم عدد من يقتل وإلى من ينتمي، هناك أجندة يعني لروسيا في سوريا تحقق قسم كبير منها، وهم يعني يسعون لتحقيق الجزء الأكبر منها. لكن حقيقة ما يدور مجمل الأعمال في سوريا سواء العسكرية والسياسية أعتقد أنها مرتبطة بالموقف الأمريكي. إذا كان الأمريكان في الأيام القليلة القادمة مستعدون يعني أو ربما تكون هناك خطط عسكرية من تحت طاولة قد أعدت لإزاحة بشار الأسد بالقوة سواء سياسيا أو عسكريا لا نعلم، لكن خيوط اللعبة كلها موجودة حقيقة بيد الأمريكان. وهذا يعني ربما كثير من الناس لا يقبلون هذا التعبير، لكن هذا التعبير سواء كان مجازي أو سواء كان حقيقي أنا أعتقد على مستوى الشخصي أن مشاكل المنطقة حلولها كافة وخيوطها كافة بيد الأمريكان. ربما خلال الشهر القادم ستتضح الصورة أكثر بعد أن أوعز ترامب للأركان
الأمريكية بإعداد خطط عسكرية لإزالة تنظيم داعش وربما لإزالة بشار الأسد بالتوازي مع ذلك. ابقى مع سيادة العقيد الركن إسماعيل أيوب، ومرة أخرى العميد الطيار عبد الهادي السادس. سيادة العميد، هل ما نفذ بالأمس وحتى ساعة خروجنا على الهواء الآن هل هو يعتبر بالمنظور العسكري لقلة المعلومات؟ يعني أنت تعلم أن المعلومات التي تخرج لوسائل الإعلام لا تفيدنا نحن كعسكريين، ولا نستطيع أن نقيم عليها خطط. هل هي العملية التي حدثت حتى هذه اللحظة هل هي فك طوق فعلا أم غارة أم هي عبارة عن جيب نار، أم هم فعلا الثوار ينوون مسك الأرض؟ وإذا كانوا يمسكون الأرض يجب أن نتطرق إلى موضوع أن نظامه مؤشر استخباري خطير. لماذا يفرق حي العباسيين؟ هل هو على وشك استعمال غاز الكلور وهو محترف استخدامه، فقد استخدمه 182 مرة؟ وماذا على الثوار عمله، خاصة إذا انتشروا إلى الأمام وأصبحوا مكشوفين؟ نحن نتكلم عن جبهة اتساعها 1200 متر وهي جبهة ليست بسيطة في شيء اسمه قتال في المناطق المبنية. تفضل. يا سيدي، ذكرني العقيد إسماعيل بالقيادة المركزية والحاسمة والاستخدام القتالي للقوات المسلحة. نحن نفتقر إلى هذه يعني هذا البند من الاستخدام أو مبادئ الاستخدام القتالي للقوات المسلحة منذ بداية الثورة، لأن الثورة في الأصل خرجت عفوية، وبالتالي تشكلت الفصائل بشكل عفوي كما الشعب الذي خرج بشكل عفوي، ولهذا نحن نفتقر إلى هذه المادة. لكن أريد أن أعقب قليلا على موضوع آخر وهو موضوع الأخلاقية. نحن أيضا يعني لدينا أزمة أخلاقية بكل المعايير، سواء كانت بالعسكرية أو بالسياسية. بالمعايير العسكرية عندما يتحرك يعني فصيل ما أو قوة عسكرية ما محسوب حسابها كفيلق الرحمن أو جيش الإسلام أو القوى والفصائل المتواجدة في الغوطة الشرقية كقوة حقيقية متواجدة بالقرب من مدينة دمشق بعمل عسكري ما، يجب أن تتداعى كل الفصائل المتواجدة في كل أنحاء سوريا. يعني لو تحركت القوى والفصائل المتواجدة في الجنوب السوري وفي ريف القنيطرة، لو تحركت كل الفصائل المتواجدة في شمال حماة وفي ريف الشمالي لجنوبي لإدلب، لو تحركت كل الفصائل هذه ويعني أطلقت الرصاصة بآن واحد مع تحرك بدء العملية، لو كان هناك قيادة حقيقية أوعزت لهذه الفصائل بأن تتحرك وتطلق الطلقة الأولى بآن واحد وبسعة سين واحدة، لما شاهدنا هذا المشهد الذي استطاع النظام أن يعني أن يهيئ أو يستطيع أن يتقبل أو يعني هذه الصدمة التي صدم بها من خلال المفاجأة التي نفذها فيلق الرحمن، أن يعيد حساباته ويستعيد باقي قوته ليقف أمام هذه القوة المندفعة التي اندفعت من جوبر باتجاه ساحة أو كراج العباسيين. نعم. أنا أرى يعني كمحلل عسكري لست موجودا معهم بغرفة العمليات ولم نخطط للعملية. أنا أرى أن فيلق الرحمن والفصائل التي تقاتل معه مع تحفظي على جيش الإسلام الذي يرابط على الكثير من الجبهات في الغوطة الشرقية. هو لماذا لم يشترك جيش الإسلام؟ يعني ربما لهم حساباتهم. أعتقد أنه يعني هناك رغم أنه كان في خلافات كبيرة بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام في الآونة الأخيرة أو قبل 6 أشهر من الآن، وتم يعني ربط هذين الفصيلين فيما يعني وتصالحا فيما بين بعضهم البعض، إلا أن أعتقد أن النوايا ليست سليمة إلى هذه اللحظة. أعود فأقول بأن المعركة التي حصلت في حي جوبر أعتقد أن لها امتدادات أخرى، ونحن سمعنا الكثير ويمكن أن يكون هناك في الساعات القادمة امتداد وتداعيات لهذه المعركة ربما تسرد صدور الكثيرين منا، لكن أعتقد أن بداية وأهداف هذه المعركة كانت فعلا هي نتيجة الضغط الكبير جدا ومنذ شهر تماما بالضغط على مدينة أو على حي برزة الدمشقي وعلى بساتين برزة وعلى حي القابون بإجراء مصالحات قسرية وإخراج أبنائها إلى أدلب أو إلى جرابلس والباب. هكذا كان يفكر النظام، لأن النظام بدأ بهذه الفكرة وبدأ يخطط للمصالحات والإقصاء القسري لأبناء سوريا من حوض دمشق
كي يفرغوها تفريغا ديموغرافيا وأسكان الإيرانيين والأفغانيين من لبنان في تلك المناطق لكي يصبحوا أصحابها الأصليين. هكذا يفكر النظام. لكن أعتقد هذه الهجمة وهذا الهجوم وهذه المعركة التكتيكية, أنا أعتبرها معركة تكتيكية أولا لجبهتها, لعرض جبهتها التي لا تتعدى 1200 متر وعمقها ليس بالعمق البعيد, وبالتالي هي معركة تكتيكية. لا كم عمق حي جوبر؟ يعني عمق حي جوبر حوالي 1.5 كيلو متر, يعني هو ليس كبيرا. إذن عرض الواجهة 1200 متر في عمق 1500 متر. نعم 1500 متر. هو يعني معركة تكتيكية بامتياز, هي ليست معركة استراتيجية, ليست أعتقد أن خطتها لن تتعدى إلى أكثر من معركة تكتيكية, لكن التداعيات ربما تكون أكبر من أن تكون معركة تكتيكية. تداعيات هذه المعركة يمكن أن تكون أكثر بكثير من أن تكون معركة تكتيكية, أولا لأمرين أو لعاملين أساسيين. أولا العامل الروحي, العامل المعنوي الذي وضع في يعني من يدعي بثورته ومن قام بهذه الثورة بأنهم ما زلنا نحن باقون وما زلنا مستمرون وما زلنا ندافع ونقاتل من أجل حرية أبناء شعبنا, من أجل أن تصل ثورتنا إلى أهدافها رغم كل الخسائر التي بنيت بها الثورة, رغم كل الانحرافات التي انحرفت بها الثورة, رغم وجود الأعلام الكثيرة, وأدقق على كلمة الأعلام والشرائط الكثيرة وخاصة منها السوداء التي يعني أدخلت جسما غريبا جدا في جسم الثورة السورية. هذه كلها تداعيات كانت سابقا, لكن المعركة الآن هي توحد يعني ضمائرنا, توحد توجهنا, توحد يعني إرادتنا باتجاه ثورة يعني قدمت الكثير من دماء أبناء الشعب السوري. أنا بالإضافة إلى ذلك يعني هو تخفيف الضغط أو يعني عدول النظام أو بالتفكير من إفراغ تلك المنطقة ووصل جبهة أو وصل جوبر بالقابون بالإضافة إلى بساتين برزة, هذا يتيح يعني أيضا هي عملية مريحة جدا لمقاتلي الغوطة الشرقية بأن تكون هناك مناورة عالية, يعني بمعنى أنه زادت قدرة المناورة لدى المقاتلين في تلك المنطقة, ومن ثم يمكن التسلل والاندفاع باتجاه عمق العاصمة. ويجب أن يكون هناك يعني بالعلم العسكري يوجد هناك استطلاع بالقوة, يعني بالعنوة استطلاع عنوة أو بالقوة, يجب أن تندفع بعض المجموعات الصغيرة إلى أماكن ما وتنفيذ عمليات حقيقية ضد قوات النظام وضد يعني أماكن يعني اتخاذ القرار للنظام. وبالتالي علينا على هذه القوة أن تبدأ وتستمر وأن تنفذ كل هذه المهام من خلال تلك المعركة التي فتحت أبوابا ولو بسيطة باتجاه منافذ جديدة باتجاه دمشق. نعم وصلت الفكرة, أبقى معي سيادة العميد وننتقل مرة أخرى إلى سيادة العقيد أحمد الحمادي. سيادة العقيد, أولا ما هو المؤشر لديك؟ النظام بدأ منذ حوالي 6 ساعات بتفريغ حي العباسيين كاملا ومحيطه, والنقطة الأخرى المعارضة تسعى إلى وصل حي جوبر بحي القابون المحاصر في محيط العاصمة, مما يعني إفشال مخطط النظام في السيطرة على الحيين بالإضافة إلى أحياء أبرزة والقابون, وبالتالي تهديد رأس النظام بالعاصمة من خلال السيطرة أو قطع أوتوستراد العدوي الذي يشكل شريانا مهما للنظام باتجاه نقاط في محيط الغوطة الشرقية. هنالك بعض وسائل الإعلام يعني الفضائيات الأخرى تقول بأن النظام استطاع أن يعيد مرة أخرى الاستراد العدوي إليه. سيادة العقيد معك تفضل. طبعا النظام كل في كل المعارك التي تكون هناك موجودة يتم تفريغ المدنيين وإبعادهم عن المناطق الاشتباك. النظام طبعا عندما يريد أن يفرغ حي العباسيين من سكانه يعني للمرة الأولى, يعني شاهدنا نحن عدة معارك وصلت من قبل ذلك قوات الثوار إلى ساحة العباسيين وأخذوا منطقة الكهرباء يعني محطة الكهرباء, ولكن النظام لم يفرغ عند تلك المعارك الحي. اليوم ممكن هذا النظام الذي مستقوي اليوم بشكل كبير بالقوة الروسية وبالميليشيات, ونعرف بأن الروس استخدموا
الفيتو ضد أي قرار يدير هذا النظام، وخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية. فمن الطبيعي النظام الذي استخدم الكيماوي 182 مرة أن يستخدم غاز الكلور في هذه الجبهة إذا كان هناك فعلا اختراق لهذه المنطقة لشارع فارس الخوري. طبعا شارع فارس الخوري يبعد عن حي التجارة ومنطقة سكن الخبراء الروس 200 إلى 300 متر، وأتوقع هذا ما قاله الروس بأن قذيفة أصابت أبنيتهم في تلك المنطقة. فالنظام مجرم يريد اتباع سياسة الأرض المحروقة واستخدام الأسلحة المحرمة، وقد برع باستخدامها بالإضافة إلى الروس. طبعا الثوار لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المعطيات. كل الفصائل أنا متوقع أن تشترك في عمل عسكري يؤثر بشكل كبير ويقلب أفكار النظام التي يحاول أن ينقل سكان تلك المناطق حول دمشق ويغير ديموغرافيا ويرحل المقاتلين إلى جرابلس أو إلى أدلب أو أي مكان آخر، لأن النظام هو من نقض اتفاق المصالحة في حي القابون وبرزة المعقود منذ 3 سنوات من أجل عندما استراح عسكر، ويعني الروس من يدعمه خاصة بعد تفريغ وادي بردة ودارية وقدسية وكل تلك المناطق. لم تبقى له إلا هذه الجهة، هي مدخل مدينة دمشق وهي منطقة هامة جدا، مدخل مدينة دمشق باتجاه حمص باتجاه حلب باتجاه المناطق. فأراد تفريغ هذه الأماكن وأراد فصل حي القابون عن برزة بتدمير كامل وشامل لحي تشرين من عن طريق تقدم من بساتين برزة ومحاصرة القوات ومنع أي إمدادات كانت تأتي من هذا الحي الغوطة الشرقية، وبالتزامن مع الاشتباكات محاولات النظام للتقدم باتجاه الغوطة الشرقية واستيلاء على المناطق الاقتصادية التي تقدم الغذاء لمنطقة الغوطة الشرقية من أجل تضييق الخناق أكثر وتأليب الحاضنة الشعبية في تلك المناطق. طبعا الجوع كما يقال كافر، وعندما تجوع الناس والأطفال سيتم أي عمل كما تم في الوعر عندما ألوية الرضا الشيعية استطاعت نهب وغرق ومنع دخول المواد الغذائية إلى حي جبر بالترافق مع قصف الطيران والمدفعي والصاروخي، مما أجبر هؤلاء للركوب في الباصات الخضراء والخروج ليتم ما يريده النظام والميليشيات الطائفية بالإسكان وإبعاد أي بؤرة هكذا يسمونها للقتال والثورة. كانت هذه المعركة هي مفاجئة وإعادة حسابات وتجميع بدل ما كان النظام يحاول تفريق الثوار عن بعضهم وفصل المناطق. وصلت الفكرة، أبقى معي سيادة العقيد، وننوه إلى أن هذه الحلقة ننقلها مباشرة على صفحة راديو أورينت على موقع الفيسبوك، وننتقل مرة أخرى إلى سيادة العقيد الركن الطيار إسماعيل أيوب. سيادة العقيد، هل بالإمكان تطوير الهجوم أو كما تحدث العميد عبد الهادي الساري أنه تكتيكي يعني تعبوي، يعني يمكن أن يتقوقع مكانه أو يمكن أن يتراجع إلى الخلف؟ نحن نتكلم عن 6 فرق تتواجد في دمشق الآن، وناهيك عن الحشد الشيعي الشعب الصفوي، وهذه المعركة هي معركة إيران، يعني على استعداد أن إيران تخوضها بالحرس الثوري المباشر وليس بأتباع الحرس الثوري. تفضل. كما نوهت يعني سابقا، هناك عملية لعزل مدينة دمشق بهلال شيعي بدأوها في الزبداني، في بدأوها في وادي بردة، الهامة والتل، الهامة والتل، دارية، السيدة زينب، لم يبقى إلا هذه الزاوية. أنا بالنسبة إلى الكلام عن يعني العمق في المدن، يعني إذا أردنا نتكلم عن عمق 1500 متر في مدينة، والعمق من الحد الأمامي الذي انطلق منها الثوار في جوبر إلى حي القابون أيضا تقريبا 1200 متر، يعني نتكلم عن عمق بحدود 4 كيلومتر. هذا عمق يعني كبير جدا في قتال المدن كما تعلم. صحيح. ويعتبر من الناحية التكتيكية مكسب البناء هو مكسب تكتيكي كبير جدا.
كما قلت لك سابقا، الهدف الأساسي من هذه العملية هو فك الطوق عن الأحياء الثلاثة قابون وحيد شرين وبرزة. هناك امتداد لكافة الفصائل في هذه الأحياء الثلاثة لجيش الإسلام ولفيلق الرحمن وحتى لهيئة تحرير الشام. ثوار قابون يعني أثبتوا خلال السنوات الماضي القليل الماضي ثباتا كبيرا، وهم على يعني محادون لقيادة القوات الخاصة، قيادة القوات الخاصة موجودة في قلب حي القابون، ورغم ذلك لم تستطع لا الفرقة الرابعة ولا حرس الجمهوري ولا أي قوات للنظام أن تخترق هذا الحي. الآن هناك تشكل وضع جديد بوصول قوات فيلق الرحمن والفصائل التي تعمل معه بوصولها إلى حي قابون والسيطرة على عقد الطرق جسر القابون الذي يطل بشكل أساسي على قلب مدينة دمشق عبر أستراد العدوي ومزارع أبو حرش، بالإضافة إلى السيطرة النارية مباشرة على حي التجارة الذي تم إفراغه هو حي العباسيين. هناك حصل جيب، وقعت قوات النظام في جيب ناري، وهذه القوات يعني بالنسبة لقوات النظام هذه المراكز العسكرية وأهمها فرع المنطقة الجنوبية للمخابرات الجوية في حرستا وإدارة المركبات. الآن وقعت هذه المراكز في حصار شبه 360 درجة. وأيضا يعني بالنسبة لخسارة هذه العقدة بالنسبة للنظام هي تعتبر يعني كما وصفتموها بالصدمة وربما أكثر من الصدمة. أعتقد أن النظام مدعوما بالقوات الروسية والإيرانية لن يسكت على هذا العمل، لكن في قتال المدن يعني تغيب قدرة المناورة بالدبابات وحتى بالمدفعية وتقل تأثير يعني الطيران ما خلى استخدام الغازات السامية اللهم إذا استخدموها. يعني هناك تماس مباشر، يعني شارع فارس الخوري مثلا يعني طول الشارع من كراجات العباسيين وحتى دوار العباسيين لا يتعدى 700 متر. نحن نتكلم عن مدى رمي البندقية الآلية، وأعتقد أنهم يعني هذه الفرق التي زجوها هي فرق خاوية. نتكلم عن الفرقة الرابعة مثلا، الفرقة الرابعة منتشرة في معظم أرجاء سوريا، هناك أعداد قليلة من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وخاصة هذه الفرقتين منتشرات على كافة محاور الغوطة الشرقية. باقي الفرق هي فرق بالاسم، لديها يوجد فيها قوات صغيرة، لكن القوات الأكبر الموجودة في محيط دمشق هي قوات الميليشيات الإيرانية تقودها القادة الإيراني بإشراف ضباط روس. كما قلت لك الموقف تعقد كثيرا، لكن لا أعتقد أن قوات الثوار سوف تعود إلى الوراء، سوف تتمسك بهذا بقطاع الخرق الذي وصل إلى القابون ولن تتراجع عنه إلا يعني إما قاتل أو مقتول. هذا الموقف العسكري المتشكل، لكن قوات النظام يمكن أن تسعى خلال الساعات القادمة بعمل عسكري من الجهة الشمالية، يعني من ناحية جسر حرستا عبر محور مشفى جرين باتجاه الأستراد، من أجل على الأقل إفراغ العناصر العسكرية من فرع حرستا المخابرات الجوية وإدارة المركبات على أقل تقدير، فضلا عن إمكانية القيام بهجوم معاكس من ذلك المحور للالتفاف أو لتعزيز هذه الجبهة. يعني كما تلاحظون الموقف العسكري معقد ولا يمكن التنبؤ حقيقة بما يمكن أن يحدث في الساعات القادمة، خاصة أن ميزان القوى بين الطرفين هو مختل عسكريا لصالح النظام الذي يمتلك سلاحي جو، يمتلك كتل كبيرة من مدفعية، يمتلك راجمات صواريخ، في حين أن قوات الثورة تقاتل بما كسبته من قوات النظام، بضع دبابات على بضع بأمبيات على أسلحة خفيفة. يعني حقيقة أكبر من صدمة استراتيجية بالنسبة للنظام، والصدمة حقيقة كانت للقادة الروس الذين يشرفون على حماية دمشق وعلى العملية العسكرية التي بدأوها منذ شهر على أحياء القابون وحي تشرين وبرزة من أجل عزل مدينة دمشق بالكامل وإجبار سكان هذه الأحياء الثلاثة على الهجرة خارج دمشق. أبقى مع سيادة العقيد وننتقل مرة أخرى إلى سيادة العميد ركن عبد الهادي الساري. سيادة العميد، هل سيؤثر هذا الجيب
الذي مساحته تتراوح من 3 إلى 3.5 كيلو متر مربع سيؤثر على الحزام الشيعي الذي تنوي إيران أو بإنهائه أو إغلاقه بالأيام كما تخطط بالأيام القليلة القادمة، وخاصة أننا نتكلم عن التومان أصبحت العملة الرئيسية الملزم بها الشعب السوري داخل دمشق للتداول، وأنهم يجمعون الليرة السورية ويحل مكانها بالبنك المركزي هذه وحدة النقد الإيرانية. يا سيدي الكريم، أريد أن أتكلم ولو بأمر وشيء عاطفي قبل أن نبدأ بتحليل سؤالك. يعني أنا أحب سوريا وأعشق دمشق. دمشق هي أقدم عاصمة مأسولة بالتاريخ. لا يريد أو النظام هو لن يكترث كثيرا بتدميرها، والدول العالم والنظام العالمي أيضا لن يزعل إذا دمرت دمشق، وإسرائيل تحديدا لن يعني ستكون يعني فرحة جدا بتدمير هذه العاصمة القديمة جدا والتي نعشقها جميعا. يعني أنا يعني منذ أن بدأت الثورة السورية وبدأ القتال بين أبناء الشعب الواحد كان يؤلمنا ذلك، ونحن نأسف ونبكي دما عندما يقتل سوري سواء كان من الطرف الآخر أو من الطرف وطرفنا. فهذه يعني هكذا أراد نظام بشار الأسد أن يفعل بنا. لكن بنهاية قولي وبطريقة عاطفية أقول بأن هذا النظام الحاكم في سوريا سيزول، رغم لأنه يستخدم مورثات صناعية هي ليست من مورثاتنا وليست من يعني ليس وهو يعتاش عليها، لكن هذه المورثات ستنتهي تماما وسينتهي هو معها، وبالتالي سينتصر الثورة السورية بإذن الله. لكن هذا الجيب الذي قلت عنه يعني هو جيب فعلا الطوق والحشد الشيعي الصفوي المتطرف المتواجد في دمشق من السيدة زينب وصولا إلى دمشق القديمة، هو متواجد فعلا ومتواجد كحامية لمدينة دمشق. والنظام السوري وزع القوى، عفوا نحن معك نسمعك، والنظام السوري منذ أكثر من سنتين وزع قناصات أو قناصين من الشيعة المتطرفين على ظهور الأبنية وهم متواجدون بشكل دائم خوفا من اقتحام مدينة دمشق، وهذا حتما هذه الحامية هي حامية إيرانية ومن الحرس الثوري الإيراني فيما لو تم اقتحام مدينة دمشق وهم متواجدين بشكل دائم. يعني حتى الشوارع هي مرصودة من قبل هؤلاء القناصين خوفا من هذا مما حصل بالآن. أما عن سيادة العميد، سيادة العميد استبيحك عذر، وصلنا إلى نهاية الحلقة. الشكر الموصول إلى سيادة العميد الركن الطيار عبد الهادي الساري، وسيادة العقيد الركن أحمد الحمادي، وسيادة العقيد الركن الطيار إسماعيل أيوب، والأستاذ وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن. كان معي من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة سلام المساعدي في نهاية الحلقة. نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. أنا مع السوق، أنا من السوق، أنا مع السوق، أنا من السوق. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.